كيما يقول لك لو بيرسون السلاله النقيه، كيقول لك المقنين يربح شامبيون، معناتها هذا المقنين عنده الهيئه والصفه والقامه ولا طاي تاع مقنين بلدي فارما. السلاله النقيه هذه ما تقدرش تلقاها هكذا في برا. هدايا تحصل 92 نقطه، هدايا مال سينيور، الله عطاو له احسن مقنين في المسابقه. هذا حسون بلدي يقولوا، هذا حسون تلقاه غير في شمال افريقيا، ما تلقاش في اوروبا ولا هذا جاي من افران من المغرب. هذا في المغرب ما كاش دوك حاليا، في المغرب ما كاش في المغرب. المقنين اللي راهو يجي دوكا ما يغنيش مليح، ما كانت تردوا داكور كنت تعيو في روحتي. اها مي الاصال لا، المقنين يتلقن هذا ولا يتلقن. ربح خرف الله، تحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة وهذه الجولة. إذن مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تي في. الآن رانا عند جمعية ترقية تربية الطيور للجزائر العاصمة، تحديدا رانا في المركز الثقافي هارون الرشيد واد قريش في بطولة الجزائر لعلم الطيور في الطبعة. إذن متابعينا معنا ربح خرف الله، تحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة وهذه الجولة. رح يحكي لنا شوية كيفاش كانت المشاركة تاعو وكيفاش تحصل على المرتبة الأولى. ربح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله، بداية كل شيء مبروك. الله يسلمك. اسكو تقدر تفهم المتابعين كيفاش تحصلت على المرتبة هذه؟ مش لازم تفهموا حاجه، هاد لي كونكور اللي يديروا هاد المسابقات هما ماشي مسابقات تاع غناء ولا تغريد ولا هادو، مسابقات كيما يقولوا يقول لك واش معناتها، كيما يقول لك لو بيرسون السلاله النقيه، كيقول لك المقنين يربح شامبيون، معناتها هاد المقنين عنده الهيئه والصفه والقامه ولا طاي تاع مقنين بلدي فارما. قل لي اسمح لي، كيفاش قدرت تتحصل على السلاله النقيه هذه؟ السلاله النقيه هذه ما تقدرش تلقاها هكذا في برا. بصح انت كيفاش تحصلت عليها؟ انت تحصل عليها لازم تنقي انت وحدك السلاله تاعك، يعني تولي عندك مقنين تكوب ليه العام الاول وتعاود تكوب ليه مع بنته العام الثاني، وزيد تجبد عاود بنته العام الثالث والعام الرابع باش تولي عندك سلاله ناقيه. هذه هي. شحال عدد النقاط اللي تحصلت عليها؟ هدايا تحصلت 92 نقطه، هدايا مال سينيور، كاتيجوري سينيور، كاين اربعه لي كاتيجوري في المقنين، كاين مال سينيور، مال جونيور، فمال سينيور، فمال جونيور. الله يبارك. قل لي شارك غير بهذا الحسون فقط؟ لا لا، عندي واحد اخر شامبيون. تقدر توريه لنا؟ اها. اذا متابعينا زادت تحصل على مرتبه اخرى، المرتبه الاخرى تفضل نروح. المرتبه اللي تحصلت عليها اللي رانا راح نشوفوها دوكا شحال؟ 93 نقطه. 93 نقطه. الباستين شو تما عطاو له احسن مقنين في المسابقه. الله يبارك. وريه لنا معليش، شوفوا اسمح لي، راح يورينا احسن حسون في هذه الطبعة في هذه المسابقة. دقيقة اسمح لي، احكي لنا شوية على قصة هذا الحسون. الحسون هذا حسون بلدي يقولوا، هذا حسون تلقاه غير في شمال افريقيا، ما تلقاش في اوروبا ولا هذا مقنين تاع البلاد كيما تقولوا السيكتور تاع الصح.
ماشي بقنين اللي جا من برا وصيد و... اسكو تقدر تقول لنا المنطقه اللي جا منها بالتحديد؟ هذا جاي من ايفران من المغرب، زبدون كبير من ايفران من المغرب. هذا في المغرب ما كاش دوك، حاليا في المغرب ما كاش، في المغرب قليل جدا. المقلي لو يدخل الشقه ماشي كاع هذا جدود. اها اسكو تقدر تدور شويه الكاجا باش نصوروه؟ معليش اسكو تقدر تحكي لنا شويه على التغريده تاعو هذا الحسون؟ هذا تغريده عنده خلوي يعني. التغريده تاعو احكي لنا شويه على التغريده تاعو. التغريده عنده تغريده خلوي نورمال عادي. اها داكور ربح، شكرا على المشاركه. نجي نوريك واحد اخر. اها مازال لا مازال الخير، مازال الخير كاين. هذا ثاني كدا مرتبة ثاني، هذا ثاني شاركت به انت؟ دا 91 قال لكم هذا تحصل على 91 نقطة، المرتبة هي الثالثة في هذه الجولة في الطبعة الرابعة في هذه المسابقة. ربح وشنو نصيحتك لعشاق الحسون باش يشاركوا في مسابقات هكذا ويربحوا؟ لازم كيما يقول لك تنجزوا الحسون، خلاص هذا الحسون تاع برا خلاص، ما ولاش الحسون اللي نحبوه حنا. باسكو الحسون اللي نحبوه المقنين اللي يغني مليح. اها داكور. والمقنين اللي راهو يجي دوكا ما يغنيش مليح، ما كان تربوا. داكور. كنت تعيوا في رواحتي. اها قل لي اسكو كاين هنايا في المسابقة هذه حسون جزائري اصيل 100%؟ كاينين بيان سور كاينين. معليش دوك نزيدو نحوسو ونشوفو. هذاك اللي من اصيل اللي وريتك الاول تاع 92 نقطة اصيل جزائري. صح قلت لنا من روكي هذا. هذا اللي من روكي. هاوليك هذا تاع الاول. السلالة وحدها والسلالة المرة. شكرا على المشاركة. كيما يقولوا كي هذا كي خور، كيف ما كاش فرق. من بعد الفرق يولي في الغناء، والغناء كل واحد كاش يغني، هذاك واش تلقن. مي الاصاله المقنيني يتلقن هذا ولا يتلقن. فهمني؟ دقيقة دقيقة نصوروا عن قرب باش يشوفوا. مزيد من النجاح والتقدم. شكرا على المشاركة. إذا مشاهدينا جولة تاعنا راهي مازالت مستمرة في هذه المسابقة في الطبعة الرابعة لهذه المسابقة. كاين العديد من الطيور شاركت في هذه المسابقة كما راكم تشوفوا. مانيش حاب نكوبي الكاميرا باش تشوفوا الأجواء كيفاش راهي. هنا شارك الحسون وشاركت حتى الطيور الأخرى، كنري الشكل، كنري اللون، والتحكيم أيضا كان أجنبي. إذا متابعينا حمام زين العابدين يتحصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة بطائر الفيغديون الخضري. خويا مبروك عليك الحاجة الأولى، يبارك فيك. احكي لنا شوية كيفاش كانت المشاركة نتاعك، واسكو كنت متوقع تتحصل على المرتبة الأولى؟ عارف من العام اللي فات المرتبة الأولى، دوك المرتبة الأولى. الله يبارك. العام اللي فات ثاني تحصلت على المرتبة الأولى. شاركت بها الطائر. هذا الطائر وأختو ما داش هاي وراها. عندي أختو ما داش ثاني. أها. هذا زايد عندك هذا؟ زايد عندي بيان سور، زايد عندي. أها. النينو ثاني عندي بريمير. الله يبارك. يتسمى فزت بالنينو المرتبة الأولى. وبردو المرتبة الأولى. طيور أخرى 89 نقطة. أها. هذا شحال من نقطة هذا؟ نعم. هذا شحال من نقطة؟ هذا عنده 90. 90 نقطة، داكور. تقدر تورينا طائر ثاني معليش؟ شفتي أنا اللي جاي. ورا الزوج ديالك. الله يعاونك.
إذن متابعينا دائما مع المراتب الأولى الطيور البرية النينو يفوز به رابح في هذه الجولة. احكي لنا شوية على مشاركة هذا الطائر في هذه المسابقة. أنا نحب هذونا بزاف الطيور، نحبها بزاف الطيور البرية. أها. نحب نشارك بها بزاف. والطيور الأخرى ما عندك حاجة فيها؟ ما عندي حاجة، شارك بهم بصح كل واحد وشيحة. أغلبية نحب هذون بزاف، هو والمقرين. المقرين ما ديتش به. أها. 89 88 المقرين ثاني ما ديتش به. هذا شحال من مقطع ولدي؟ هذا 91. 91 نقطة المرتبة الأولى. شبي الله يبارك ما شاء الله. شكرا على المشاركة. سلام عليكم. سلام عليكم.